السلام عليكم. اليوم نستكمل إن شاء الله في هذا الكورس لـ Probability Theory. هنأخذ موضوع جديد إن شاء الله في الشابتر الرابع اللي هو Continuous Random Variable. كان شابتر 3 اللي أخذناه Discrete Random Variable. الشابتر هذا هنأخذ إن شاء الله الـ Continuous Random Variable. طيب نتذكر شوية إيش كان الـ Discrete Random Variable. Discrete Random Variable كان بكل بساطة أنا عندي Random Experiment إلها Sample Space معين، هذا Sample Space ماله Countable، يعني قلنا مثلا حجر النقد لو رميناه ونشوف إيش الأوتبوت تبعه، هنلاقي يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة يا ستة، مش هنلاقي والله 5.5 ولا 5.2 ولا 6.5، تمام؟ وإحنا قادرين نعمل له Counting، تمام؟ وأخذنا هذا التعريف، قلنا إنه هذا Sample Space بنسميه بيكون countable، فبيكون عندي بنسميه احنا discrete random variable، تمام؟ حتى لو كان هذا السامبل سبيس بيمتد الى الانفينيتي، لكن انا بقدر اقول انه 1 2 3 4، ما في عندي كسور، تمام؟ ما في 1.5 2.2 وما الى ذلك، تمام؟ فهذا اللي بنسميه احنا discrete random variable. طيب لقيت مش كل الظواهر اللي حوالينا هي عبارة عن ديسكريت، وخلينا نقول انه معظمها مش ديسكريت، معظمها كونتينيوس راندوم فاريبل، بحيث انا ما في عندي كاونتابل ست. مثلا لو احنا قلنا واحد بده يروح من غزة على خان يونس، وافترضنا انه زمن الوصول لخان يونس هو عبارة عن راندوم فاريبل، وبدنا نعمل نشوف في عندنا 100 واحد حيطلع من غزة يروح، ونشوف كل واحد ايش الزمن الوصول تبعه، يعني قديش استغرقت مع الطريق. هنلاقي واحد والله اخذ 30 دقيقة ونص، واحد 31 دقيقة و20 ثانية، واحد مثلا 20 دقيقة او 21 دقيقة ونص، واحد 25 دقيقة و10 ثواني وما الى ذلك. معنات الكلام انه انا ما بقدر احصر السامبل سبيس اللي عندي، لكن انا بقدر احصرها بشغلة واحدة بنسميها احنا انترفل. يعني باجي بقول والله هدول الناس اللي اجوا في الفترة من 10 دقائق الى مثلا 30 دقيقة، وكل الراندوم اكسبيرمنت اللي جاية عندي في النص بينهم. لكن هل انا بقدر اقول انه في عدد والله 10 20؟ لا ما بقدر، انا بس بقدر احصرهم بانترفال، تمام؟ وهذا هو تعريفنا ل الكونتينيوس راندوم فاريبل، هو بكون انا عندي الرينج تبع الاكسبيرمنت نوت كاونتبل، ما بقدر اعده، مش محصور عندي، تمام؟ واحنا بنمثله برينج زي ما انا حكيت، يعني على المثال اللي حكيته، تمام؟ وهذا الرينج احنا اذا كانوا براكتس زي ما احنا شايفين معناته انه الاي انكلودد والبي انكلودد، لكن لو كان مثل هيك فهنا بتكون الاي مالها مش انكلودد والبي انكلودد. ليش البي انكلودد؟ لانه عندي الشكل هذا. طيب لو كان عندي انا مثلا A فاصلة B بالشكل هذا، فبتكون عندي الـ A والـ B مش included او غير included في الانترفال، تمام؟ هذه بس نوتيشن عشان نفهم كيف الرينج هذا تبع الراندوم فاريبل بيتعرف. كثير عندنا امثله على موضوع الراندوم فاريبلز الكونتينوس، مثلا درجه الحراره، متوقع درجه الحراره لكل يوم مثلا في الشتاء او كل يوم في الصيف. هنيجي نقول والله درجة الحرارة عندي ممكن 30.5، ممكن 30.3، ممكن 35.1، ممكن 32.7، ممكن 32.65، تمام؟ هذا معناته أنا عندي، أنا بقدر، لكن أنا بقدر أعرف أقول والله في الصيف عندي درجات الحرارة بتنحصر بين 30 إلى 35، تمام؟ هذا هو تعريف الكونتينيوس راندوم فاريبل. هنا في امثله ثانيه، مثلا لو لايت بلب، يعني ضوء الاناره قديش اللايف تايم تبعه، اذا انا بدي افترض انه راندوم فاريبل تي، فهذا مثلا ممكن يكون من صفر الى ما لا نهايه. شايفين الصفر انكلودد، ما لا نهايه نوت انكلودد. لو انا في عندي مقاومه معينه وانا براقب الفولتج حوالين المقاومه هذه، ايضا هذا عندي راندوم فاريبل من 0 الى في ماكس، قديش القيمه بينهم ما بنعرف، تمام؟ او صعب، يعني ما بنقدر نعد ونقول والله عندي عدد معين من الاحتمالات. هذا هو الكونتينوس راندوم فاريبل. فاحنا اذا بنعرف نقول راندوم فاريبل اكس
having a CDF, CDF cumulative distribution function that is continuous function for all x in R, is it to be continuous random variable. هنا بس بدنا نتذكر شغلة في الديسكريت random variable، كيف كان شكل CDF إذا بتذكره؟ كان عندي زي هيك صح، وعند قيمة معينة بصير جمب، كنا هنا دائرة مفتوحة. ليش مفتوحة؟ not included كنا نقول، فهو الجمب هذا كنا نقول وهكذا تمام. يعني هذا كان مين؟ السي دي اف للديسكريت راندوم فاريبل. كنا نقول ايش هذا الجمب والبروبابيليتي حدوث عند القيمة هذه. انا نفس الحاجة، الجمب هذا هو عبارة عن البروبابيليتي الحدوث عند هذا، هذا كنا نسميه السي دي اف. الان في ال continuous random variable ما عندي جنب، هو عبارة عن continuous function زي ما احنا شايفين. هذا هو CDF لل continuous random variable زي ما احنا شايفين تمام. وايش هو تعريف ال CDF؟ هو عبارة عن ال probability انه عندي random variables يكون اقل او يساوي قيمة معينة. الان انتم حتلاحظوا تشابه كبير جدا بين الكوميوليت الكونتينوس راندوم والديسكريت راندوم في الادوات اللي انا بقيس فيها هذا او بعبر فيها عن الراندوم فاريبل، ما في اختلاف كبير زي ما انتم حتشوفوا. يعني في بعض الاختلافات البسيطه لكن المفاهيم واحده. حتلاقي انا مثلا الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن هو نفس المفهوم لكن في شويه خصوصيه للكونتينوس راندوم فاريبل. ايش السي دي اف او الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن؟ انه هو البروبابيليتي انه الراندوم فاريبل يكون اقل من او يساوي قيمه معينه تمام. وحكينا انه السي دي اف حيكون عندي كونتينوس فانكشن، كونتينوس عند اي قيمه في شيء ممكن اقيسه، عند اي قيمه في عندي شيء ممكن اقيسه، في عندي تغير في الاحتمال عند اي قيمه، مش زي الديسكريت هو عباره عن جامبس زي ما كنا شايفين قبل شوي. طيب ناخذ هيك مثال بسيط. عندنا the cumulative distribution function of random variable y is الشكل هذا f y يساوي 0 عندما y اقل من 0، y على 4 عندما y اكبر او تساوي 0، اقل من او تساوي 4، 1 عندما y. هل هذه اول شيء بتطلع هل هذه discrete ولا continuous random variable؟ على طول ما دام انا في عندي هنا intervals معناته continuous random variable. في الديسكريت هنا بنيجي بنعرف بنقول y اقل من 0 ماشي، لكن انا هنقول عندما y بتساوي 1 مثلا 2 3 هذا ديسكريت random variable. اما ما دام في عندي interval على طول هذه continuous random variable ماشي. sketch the CDF of y، هي رسمتها بسهوله، هي قبل الصفر بصفر، بعدين عندي y على 4 وخط مائل ميله 4 زي ما احنا شايفين هون، بعدين عندي السي دي اف بصير 1 تمام. خلاص احنا عندي عند ايش احتمال انه واي اكبر واي مثلا السي دي اف الاربعه بيساوي 1، يعني كل الرينج تبع هذه الراندوم فاريبل ماله اقل من 4، وهو زي ما احنا شايفين محصور بين الانترفال 0 و 4. هذه الواي هو عباره عن راندوم فاريبل الرينج تبعه من 0 ل 4، يعني كل الاوتبوت انا بقدر اقول لك انهم في الرينج من 0 ل 4، لا هي اكبر من 4 ولا هي اقل من 0. طيب ايش البروبابيليتي انه الواي يكون اقل من او تساوي سالب 1؟ سالب 1 يعني مثلا ها تمام. احنا بنقول الرينج من 0 ل 4، ايش احتمال يكون اقل من سالب 1؟ صفر، ما في، مش ممكن يكون اقل من سالب، لانه الرينج عندي من 0 الى 4. او زي ما نفس الشيء ممكن نحلها من هون ايضا او من هون، يعني زي ما احنا هي بتساوي صفر عندما y اقل من صفر، سالب واحد اقل من صفر اذا بتساوي صفر. طيب probability y اقل من او تساوي واحد، هاي الواحد تقريبا بيجي هون، نيجي هنا هي، اذا هي في الانترفال هذه، اذا probability y اقل من او تساوي هذا سي دي اف ما ننسى، اقل من او تساوي واحد، الواي يعني بواحد بتصير بتساوي ربع، نعوض عن الواي بواحد. طيب ايش probability y اكبر من 2 واقل من او تساوي 3؟ 2 كان هذه بقول interval 2 الى 3، ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي probability، او خلينا نسميها زي هيك، if y
3 ناقص اف واي الاثنين، نفس الكونسبت هذا اللي كان في الديسكريت. تمام، اف واي 3 ناقص اف واي الاثنين، اف واي 3 يعني 3 على 4 ناقص 2 على 4 بيساوي عندي ربع، نفس الشيء. تمام، انا ايش احتمال يكون عندي في الرينج هذا؟ فاحنا ايش بنروح بنعمل؟ بنشوف انه واي اقل من 3 كل هذا ناقص كل هذا. خليني امسح عشان اوضحها اكثر على الرسمه. احنا قلنا من هاي الثلاثة وهاي الاثنين، بنروح بنجيب ايش واي عند الثلاثة اقل من ثلاثة، هذه كل هي الفترة، واقل من اثنين هذه، وبنطرحهم من بعض عشان يظل عندي مين الفترة هذه. هذا اللي عملناه هون، هو نفس الكونسيبت اخذناه ايضا في الديسكريت، انه احنا لما يكون عندي بين رقمين بنطرحهم من بعض. طيب ايش بروبلتي واي اكبر من واحد ونص؟ اكبر على طول احنا قلنا دائما بنحب نحول ل سي دي اف، بصير بروبابيلتي واي ناقص بروبابيلتي ماله واي اقل من او تساوي واحد ونص. تمام، بساوي واحد ناقص واي اقل من واحد ونص، اذا هو في الفتره هذه اللي هو ايش بده يصير واحد ونص على اربعة، وراح يساوي زي ما احنا شايفين هون بساوي خمسة على تمام. اذا بقدر اقول انه هذا ايدنتيكال تماما للديسكريت راندوم فاريبل. كيف احنا السي دي اف بنحكي بنتعامل؟ فاذا هو السي دي اف هنا التعريف او شيء موحد. اذا بتذكروا حكينا انه في شغله اللي هو البروبابيلتي ماس فانكشن، هذا بقيس البروبابيلتي عند نقطه معينه في الديسكريت راندوم فاريبل، وحكينا اذا بتذكروا انه هذا مش حينفعنا في الكونتينوس راندوم فاريبل. ليش هذا مش حينفعنا في الكونتينوس راندوم فاريبل؟ الآن كان أنا عندي في الـ CDF زي ما أنتم ذاكرين كنا نقول إنه الـ probability mass function هو عبارة عن الجمب هون، صح؟ هذا CDF، هذه CDF. طيب الـ CDF في الـ continuous random variable هو عبارة عن continuous، يعني لو جيت عند أي نقطة في جمب ما في جمب. إذا هنا كأني أنا بقول إنه الـ probability لأي random variable X تساوي اي قيمة x، ايش بدها تساوي؟ صفر، ما في اي جنب. خلينا ناخذها من conceptual. تمام، ايش يعني conceptual؟ انا اذا انا باجي بقول لك انا عندي interval من واحد الى اثنين، هذه الانترفال كم رقم فيها؟ ايش الـ number of elements او number of numbers فيها؟ infinity، ما في. يعني انا في عندي 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 عدد الارقام هنا كريال نمبر انفينيتي. طيب انت لو اخترت اي رقم فيهم، تمام، اي رقم، كانك بتقول ايش البروبابيلتي لحدوث اي رقم في هذول، هذا الرقم ايش احتمال حدوثه؟ صفر، لانه انا اصلا عندي كاني انا باجي بقول لك السبيس عندي انفينيتي. انت اختار اي رقم قول ايش البروبابيلتي حدوثه، هقول لك صفر، احتماليته صفر البروبابيلتي هذا. وايضا هذه بنقدر من السي دي اف، ما في جمب عندي انا عند اي رقم، ما في جمب، ما في تغير عندي بيصير في الراندوم فاريبل. خلينا هن ايضا نيجي نقول ايش كان انا السي دي اف، احنا مش كنا نقول الجمب اللي هو ايش معدل التغير، جمب هو تغير. صار انا عند مثلا هنا اثنين، كان عندي هنا كنا نقول مفتوحه انا مسكره الدائره، كانه هذا الجمب هو التغير اللي بيصير عند الرقم، فهذا كنا نسميه البروبابيليتي ماس فانكشن. تمام، هذا التغير اللي بيصير في السي دي اف هو البروبابيليتي ماس فانكشن. طيب عند اي نقطة هان في تغير؟ ما في تغير، ما في تغير عندي. طيب لأي كونتينوس فانكشن كيف احنا بنحسب معدل التغير؟ كيف انا بحسب معدل التغير؟ كنا ايش نقول؟ الديريفاتيف لاي فانكشن بروح كنا معدل السرعه، ايش بنعمل؟ بنشتق معدل اي فانكشن، ايش بنروح بنعمل؟ بنعمل اشتقاق للفانكشن، لانه حنشوف كيف. طيب اذا قلنا if the CDF is continuous then x to be continuous random variable، نفس الحاجه اذا كانت الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن هذه ما لها continuous، معناته انا قاعد بحكي على continuous random variable، وهذا الكونتينوس راندوم فاريبل بنمثله بروبابيلتي دنسيتي فانكشن، وحنشوف تعريفها كمان شوي
بدل مين؟ الـ probability mass function، لأن الـ probability mass function not well defined for continuous random variable، وحكينا ليش. طيب احنا حكينا نرجع لنفس، هاي عندي continuous random variable، قلت انا لو اخذت اي نقطه، اي نقطه هون معدل التغير عندها زي ما احنا شايفين صفر، ما في جمب ما في اي شيء. ايش بنروح بنعمل؟ بنروح بناخذ interval صغيره، يعني والله انا عندي اكس واحد هذه النقطه، باخذ كمان شويه اكس واحد زائد دلتا، تمام. هي فتره صغيره اكس واحد تمام واكس واحد دلتا، صار عندي كأني في عندي انترفال صغيره، بس هذه دلتا مالها فيري سمول، تمام. وبروح بشوف انه ايش الليميت عندما هذه دلتا تقول، عشان كأني انا بحسب للنقطه هذه، فايش بدي الدلتا هذه تكون فيري فيري سمول، هي دلتا تؤول الى سمول، وبنقسم على الانترفال هذه الدلتا، تمام. هذه كأني انا هنا ايش بدي احسب التغير اللي بيصير على انترفال صغير، لانه عند نقطه واحده ما في عندي تغير، فايش بنروح بنعمل، ناخذ فتره صغيره عشان اشوف اذا ايش معدل التغير في الفتره هذه الصغيره، قديش صار في زياده عندي زي ما احنا شايفين. لانه هي مثلا لو كانت هيك الفانكشن، طيب لو كانت زي هيك كيف انا بدي احسب التغير؟ بروح اخذ هي هذه نت، اخذ هيك انترفال صغيره كثير واشوف قديش صار فيها تغير، اخذ انترفال صغيره واشوف قديش صار فيها تغير، وهذا اللي انا بعمله هنا، باخذ عند اكس واحد ودلتا هذه فيري سمول، وبحسب التغير بالطريقه هذه. هذا الديفينيشن معروف لحساب اي تغير لاي انترفال، تمام. طيب البروبابيليتي هذه اكس واحد، اكس اكبر من اكس واحد، قبل شوي كانت في المثال هذا ايش بيساوي؟ اف اكس اكس واحد زائد دلتا ناقص اف اكس اكس بيساوي واحد، اذا ذاكرين قبل شوي حكينا لنا عليها مثال اللي هو السي دي اف لاكس واحد زائد دلتا ناقص السي دي اف لاكس واحد. بنعوض عن هذه الترم، هي زي ما احنا شايفين اجى هون، هذا ايش هو؟ هذا هو تعريف الديريفاتيف، زي ما حكينا قبل شوي. ايش معدل التغير؟ كنا نشتق، كيف من وين اجى الاشتقاق؟ هي من الكونسبت هذا، باخذ انترفال صغيره بشوف ايش صار في تغير هذه الانترفال، بحيث انه الدلتا تؤول الى الصفر، وهذا هو عباره عن الاشتقاق تبع السي دي اف، واللي هذا احنا بنسميه البي دي اف probability density function. اذا الان بدل probability mass function اللي موجود للديسكريت، صار عندي بي دي اف اللي هو مين؟ للكونتينيوس، تمام. اذا consider a continuous random variable x with absolutely continuous CDF, then we have the fx هذا هو CDF. إذا عندي the probability density function هو عبارة عن اشتقاق CDF، تمام. وأيضا أنا بقدر أحسب CDF من ال BDF the probability density function، بحيث إني بكامل من minus infinity إلى ال x ال fx alpha delta. أنا هيك بس بدي أختصر، هي عندي discrete random variables بنسميه دي، هي عندي continuous، تمام. الdiscrete إيش كنت أنا أحسب له أول ما أخذنا له إنه كيف نحسب probability mass function، ومن له probability mass function إيش بنقدر نحسب أيضا؟ CDF. CDF طيب الcontinuous انا عندي سي دي اف بس ما عندي بي ام اف، ايش في عندي؟ في عندي بي دي اف، ومن البي دي اف بقدر احسب السي دي اف. هذا هو التغير الوحيد اللي موجود عندي بين الديسكريت والكونتينوس، بين الديسكريت والكونتينوس. اذا قلنا البي ام اف هو كاني انا بحسب معدل التغير او البروبابيلتي عند ايفنت معين، هو التغير اللي بيصير في مين؟ في السي دي اف، تمام. البي دي اف نفس الحاجه، هو معدل التغير تبع السي دي اف، لكن كيف بنحسبه؟ بالاشتقاق. اشتق السي دي اف بطلع منها البي دي اف، او بقدر من البي دي اف اطلع السي دي اف زي ما احنا شايفين في المعادله. طيب البروبابيليتي نفس الحاجه، اكس اكبر من اي اقل من ايش بتساوي؟ اف اكس الكبيره البي ناقص اف اكس الاي. ايش هذه بدها تساوي؟ بدنا نحولها لبي دي اف، زي قبل شوي اخذنا من سالب انفينيتي للبي،
اف اكس الفا دلتا الفا ناقص من سالب انفينيتي لا ال اي اف اكس الفا. هاي نفترض انه هذه اكس واحد او هذه هي مثلا ال اي وهذه ال بي، فانا لما اقول بروبرتي اكس اكبر من اي اقل من كاني انا بجيب هذه المساحه، المساحه اللي هون اللي هي هيها اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 او هذه نفس الحاجه بي وهذه اي. تمام، كاني بكامل على من اي الى بي، كاني بكامل من اي الى بي زي ما احنا شايفين. اذا هذه البروبابيليتي لاي تو اليمنتس في انترفال يا بجيبها من السي دي اف او بجيبها من تكامل البي دي اف، بكامل البي دي اف من اي الى بي. طيب ايش كان هذه؟ يعني انا بحب اربط في الديسكريت بس عشان نربط الامور في بعض. كان عندي انا في الديسكريت راندوم فاريبل وانا قلت بدي نفس الحاجه، قلت اكس اكبر من اي واقل من بي، بس كان انا عندي هنا الاليمنتس مال هذه، يعني كان واحد واثنين مثلا ثلاثة أربعة خمسة أي حجر النار صح؟ لو قلت لك أنا إيش البروبابيليتي؟ الإكس أكبر من اثنين وأقل من أربعة. راح تقول لي والله هذه بتساوي بروبابيليتي الاثنين زائد بروبابيليتي الثلاثة زائد بروبابيليتي الأربعة صح؟ أو كأنك بتقول بروبابيليتي ماس فانكشن الاثنين بروبابيليتي ماس فانكشن الثلاثة زائد هذه. دائما الديسكريت سميشن. طيب ايش المقابل للبروبابيليتي ماس فانكشن في الكونتينيوس راندوم فاريبل؟ قلنا البي دي اف. دائما السميشن في الديسكريت هو عباره عن انتجرال تكامل في الكونتينيوس، هذه ايضا يعني دائما انا عندي السميشن بيصير عندي تكامل. سميشن لبي ام اف بروبابيليتي ماس فانكشن هو عباره عن تكامل لمين؟ لبي دي اف. او هو هي هذه نفسها كيف كنت احسبها انا؟ اقول لك السي دي اف لا الاربعه ناقص السي دي اف للاثنين. يعني هذه كونستانت بين الكونتينيوس والديسكريت هي نفسها بقدر استخدمها، او اذا انا بدي احل على السي دي اف او البي ام اف اذا كانت ديسكريت هي سميشن، اذا كانت بي دي اف هي عباره عن انتجرال. تمام؟ هي بتصير المساحه اللي تحت المنحنى. تمام. هي نفس اللي انا قبل شوي شرحته هو موجود عندي هون، انا عندي كاني انا بعمل سميشن للبروبابيليتيز هي نفسها انتجرال على نفس الانتجرال. تمام، هذه ديسكريت راندوم فاريبل، هذه كونتينوس راندوم فاريبل. من ناحيه كونسبت المفهوم واحد واحد، ايش بي دي اف هي معدل تغير، سوري البي دي اف معدل تغير، البي ام اف معدل تغير. كيف بنحسب؟ نفس الحاجة مثلا بي ام اف سميشن في الديسكريت هي عبارة عن انتجرال في ليش انتجرال؟ لأنه أنا عندي دائما الانتجريشن بنستخدمه لما حاجة أنا مش قادر أحصرها، فبروح بعمل تكامل، عملية تكامل بحيث إني أغطي مساحة معينة مش قادر أعمل لها سميشن، لأنه الإليمنتس فيها انفينيتي، ما في سميشن لشيء انفينيتي، فبروح بنعمل له إيش على طول؟ انتجريشن. هذا أكيد أخذته في الكالكولس. طيب إذا أنت بدنا نكامل من البي دي اف من سالب انفينيتي للانفينيتي لازم يكون هذا بيساوي واحد. ليش لازم يكون واحد بيساوي واحد؟ كاني انا في الديسكريت بعمل سميشن على كل سبيس. في الديسكريت لما عندك سبيس سامبل سبيس عندك فيه ان شاء الله 100 اليمنت وتجمع عليهم البروبابيلتي كلهم حيطلع في الاخر واحد، لانه هي من خصائص الاحتماليه انه سامبل سبيس البروبابيلتي له واحد. نفس الشيء في البي دي اف، انت بتعمل انتجريشن من سالب انفينيتي لانفينيتي معناته انت اكيد السامبل سبيس كله انكلودد ها، فمعناته لازم يكون التكامل يساوي واحد. طيب وايضا نفس الشيء الاف اكس هذه السي دي اف مالها مونوتون نون ديسك ديكريزنج، اذا هي دائما لازم تكون اكبر او بتساوي صفر. ونفس الحاجه هي هنا مثلا انحلت بطريقه ثانيه، احنا مثلا قلنا قبل شوي الانتجريشن او هي نفسها ايش؟ الاف اكس انفينيتي ناقص اف اكس سالب انفينيتي، هذا ايش بتساوي من الخصائص؟ هذا بتساوي واحد، وهذا ايش بتساوي من الخصائص؟ صفر. اي خصائص؟ خصائص سي دي اف، ما ننسى هي نفس الخصائص سي دي اف في الديسكريت هي نفسها في الكونتينيوس بتساوي واحد. او انا قلت لكم بكل بساطه انه هذا سامبل سبيس اكيد انكلودد من سالب، يعني مش حيكون والله برا السالب انفينيتي انفينيتي، اكيد في جزء منها لما تعمل انتجريشن عليه فكانك انت جبتوا كل هيتو عندك وهذا بيساوي واحد. طيب ناخذ مثال.
عندي random variable x has probability density function زي ما f x بساوي c x exponential minus x على 2. هذا discrete ولا random؟ بينا على طول discrete ولا continuous. continuous ليش؟ لأنه عندي أنا إيش، أنا أكبر أو تساوي صفر، ما في عندي countable sample space. طيب أرسم البي دي اف، هذه بي دي اف تمام، الرمز هذا الاف سمول بي دي اف، يعني هي رسمته بتطلع بالشكل هذا ماشي. طيب قديش قيمة السي على طول؟ كن طيب ماشي، هذا المثال كنا ناخذ زيه، كان ناخذ probability mass function، والله كيف بدنا نعرف قيمة constant؟ ايش كنا على طول نروح نقول اه summation كل probabilities بيساوي واحد على السامبل سبيس اللي عندي، summation على السامبل سبيس للبروبس بيساوي واحد ومنه نطلع. في اشي مشابه عندنا مين؟ اللي هو عندي الانتجرال من ماينس انفينيتي لانفينيتي لازم يساوي واحد، لازم يساوي واحد. هيها رسمتها صح؟ هذا السامبل سبيس كاني انا بقول السامبل سبيس بيبدا من زيرو الى الانفينيتي تبعه، انت لما تكامل ماينس انفينيتي لانفينيتي فاكيد هذا السامبل سبيس ماله انكلودد في الانتجرال، فهذا الاكيد لازم يساوي واحد ماشي. اذا دائما المفتاح واحد للديسكريت والكونتينوس. نبدا من القاعده هذه، التكامل عندي ماينس انفينيتي انفينيتي اف اكس دي اكس بيساوي واحد، واللي هو بيساوي ليش بدا من صفر؟ لانه ايش صفر اقل من صفر خلاص، فمعناته انه لما يكون اقل من صفر هو بصفر، فما ناخذ احنا عين الاعتبار من وين بدا البي دي اف، من صفر انفينيتي سي اكس اكسبوننشال ماينس اكس على 2 دي اكس. كيف بدنا نكامل هذه؟ هذه في حاجه بنسميها اكيد اخذتوها ايضا في الكالكولاس، انتجريشن باي بارتس، هاي القاعده يو في دي اكس. نيجي بنقول ايش اليو؟ طبعا لازم تكون اليو فانكشن اوف اكس والفي فانكشن، هاي بناخذ اليو بتساوي اكس تمام، والفي بدها تساوي اكسبوننشال ماينس اكس على 2، هاي اليو وهي الفي. طيب اذا القاعده بتقول كان هي اليو قلنا وهي الفي، هيها بتصير هي اليو هي الفي. والسي طبعا هذه كونستانت بتطلع برا ماشي. اذا بده يصير اليو بنطلعها لبرا اللي هي الاكس، هي اول تيرم بتطلع عندي الاكس طلعت لبرا زي ما هي بتضل، والسي زي ما هي. من وين اجى السالب 2؟ هذا اجى من تكامل الفي، هي الفي التكامل هذا ايش بده يساوي؟ اي اس ماينس اكس على 2 على سالب نص، اي سالب على سالب نص بس كانها سالب 2 من صفر الى الانفينيتي. هاي اول جزء، هذا هو اللي هان، هذا ايش بيساوي؟ 2 بيساوي صفر. ليش بيساوي صفر؟ تعال نعوض. هذا كيف بدنا نعوض؟ نقول الطرف هذا الانفينيتي هذا التيرم بيساوي صفر، طيب ناقص بنعوض بصفر، اكس صفر معناته التيرم هذا بيساوي صفر، اذا بده يصير صفر ناقص صفر بيساوي صفر، زائد لناخذ الترم الثاني الديريفاتيف تبع اليو، اليو اكس واحد ناقص، اذا حيصير هذا كانه بقول ناقص واحد ضرب التكامل تبع الفي، تكامل الفي قبل شوي كملناها اللي هي بده يصير عندي ضرب ناقص 2 في الاي اس ماينس اكس على 2 سالب في سالب، فهي بصير عندي زائد 2 سي اي اس ناقص اكس على 2، هذا ايش بيساوي؟ سالب 4 سي من 0 الى الانفينيتي زي ما احنا شايفين، بس نكامله لانه هذا التكامل هذا اللي هو هذا تمام ما ننسى، وهي هذه بواحد التكامل هذا حسبناه هو نفس التكامل اللي من هنا تمام، بطلع عندي بيساوي 4 سي، كانه بطلع عندي سي بيساوي ربع. يعني شويه كالكولاس بدكم تجربوا فيها بايديك، ولكن هي سهل، هي بناء على القاعده انتجريشن باي بارت. اذا عندي بس حسبنا سي، اذا صار عندي البي دي اف معروفه، بساوي اكس على 4 اكسبوننشال ماينس اكس على 2 لما يكون اكس اكبر او تساوي صفر او زيرو اذر وايز. طيب ايش السي دي اف؟ البي دي اف احنا قلنا على طول السي دي اف هي عباره عن التكامل من ماينس انفينيتي الى الاكس لمين؟ للبي دي اف. ماينس انفينيتي ليش صارت صفر؟ لانه هي اصلا معرفه من بعد الصفر البي دي اف خلاص، فكل قبل الصفر بصير بصفر.
فبيصير عندي من صفر إلى x لل f x y dy، وهي زي ما احنا شايفينها y على 4 هيها هي نفسها هذه اجت هون y على 4 exponential بتتكامل هذه نفس الشيء بنفس الطريقة y ما دام عندي y exponential minus y هذه بدها integration by parts نفس القاعدة اللي حليت عليها قبل شوي وهي الجواب النهائي. إذن هاي عندي مين CD. طيب إذن probability x أكبر أو تساوي صفر أقل كيف بدنا نحلها هذه؟ يا بنحلها بالبي دي اف يا بنحلها بالسي دي اف. الأسهل إذا أنت عندك سي دي اف أسهل، هاي اف اكس 4 ناقص اف اكس 0 تعويض مباشر بالعلاقة اللي أخذنا هذه، تعليق بنعوض مباشر أو بنقدر نكامل على البي دي اف من 0 إلى 4 تمام. طيب نفس الإشي هان اف اكس 2 هذه ايش بدها تساوي؟ اف اكس سالب هذه بتساوي صفر، بس بضل عندي اف اكس 2 بتساوي 1 ناقص 3 اي اس ماينس 1 تعويض ايضا مباشر. طيب نفس التسلسل اخذنا البي دي اف السي دي اف للكونتينوس راندوم فاريبل ام بيجي دور مين الاكسبكتد فاليو او المين فاليو اللي اخذناهم ايضا للديسكريت. احنا هناخد بنفس الآلية بنفس الطريقة، أي summation عندي بصير عبارة عن integration، والprobability mass function صارت عندي عبارة عن ايش؟ BDF probability density function تمام؟ إذا الexpectation لأي random variable x بساوي كان في discrete هو عبارة عن summation، هذا في discrete كان summation minus infinity إلى الانفينيتي x في probability of x عند القيمة x. الآن إذا السميشن صار انتجريشن الإكس هي هي والبروبابيليتي ماس فانكشن صارت عبارة عن بروبابيليتي دنسيتي فانكشن تمام. نفس الحاجة لو كان عندي فانكشن اوف راندوم فاريبل، هاي الفانكشن اوف راندوم فاريبل البروبابيليتي ماس فانكشن البروبابيليتي دنسيتي فانكشن كان في سميشن صار عندي انتجريشن. إذا المفهوم واحد، إيش معنات اكسبكتد فاليو إيش السي دي اف ايش مفهوم تغير السي دي اف، لكن انا اختلف عندي نوعية الراندوم فاريبل وكيف انا حطبق المفاهيم دول ماثيماتيكالي. طيب لو كان في عندي فيريانس، الفيريانس ايش بيساوي؟ هذا جينيريك كونسبت مفهوم عام بينفع على الكونتينيوس وبينفع على الديسكريت. فالفيريانس بيساوي اكسبكتيشن الاكس الراندوم فاريبل ناقص الميو الكل، تربيعه هو نفسه لو فكينا واخذنا كيف اشتقاق هذا الترم هو عبارة عن expectation x تربيع او second moment للراندوم فاريبل x ناقص المين تربيع. بنفس الآلية لو بدنا نشتقه كيف حيطلع معاي؟ حيطلع معاي في النهاية هاي ال x تربيع هاي function x تربيع في ال pdf ناقص mu تربيع، والميو هذا أخذنا كيف نحسبها في السلايد السابق تمام. نفس بكرر نفس الكونسبت بس كيف أنا أطبق. نأخذ مثال، عندي probability density function pdf يعني of random variable y is هاي تعريفة 3y تربيع على 2 وعندي معرفة في الانترفال من سالب 1 إلى 1 هذا هي معرفة بس في الانترفال من سالب 1 إلى 1 وصف سكتش ذا pdf هاي رسمتها. ايش الاكسبكتد فاليو للواي؟ هي عبارة على طول على القانون هي التكامل من ماينس انفينيتي الى الانفينيتي واي ضرب اف واي دي واي مثلا تمام. طبعا ليش سالب انفينيتي هو معرف بس من واحد من سالب واحد الى واحد، فاذا بدل سالب انفينيتي انفينيتي حيصير عندي سالب واحد الى واحد 3 على 2 واي اس 3. من وين الثلاثة اجت؟ لانه في عندي واي في التعريف، اذا واي في واي تربيع اذا واي اس 3 بنكامل 3 تكملها سهل معروف بيطلع عندي لو حلينا بيطلع عندي صفر، اذا المين فاليو صفر هذا هي. اي زي ما احنا شايفين البي دي اف من سالب 1 الى 1 يعني نقدر نقول اكسبكتد لانه هن في تناظر هذه القيمه زي هذه او المنطقه هذه مساحه كمساحه زي المنطقه هذه مساحه فالمين لهم صفر، لكن ايضا حليناها ماثيماتيكالي. طيب سكند مومنت بده يصير بدل الواي هذه ايش بده يصير؟ واي تربيع هذا حيصير 3 على 2 واي اس 4 بنكامل بنفس الطريقه بيطلع عندي بيساوي 3 على 5 اكيد بنعرف نكامل.
طيب الـ variance هو عبارة عن expectation أو الـ second moment ناقص الـ mean تربيعي بيساوي 3/5. الـ standard deviation إيش بيساوي؟ بكل سهولة هو عبارة عن، إذا الـ standard deviation هو عبارة عن square root للـ variance، بطلع عندي 3/5 تحت الجذر.